وما زلنا في هذه التغطية المستمرة لفعاليات منتدى شباب العالم في يومه الثاني، وتابعنا اليوم الجلسة التي شرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت بعنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، التغيرات المناخية. وينضم إلي هاتفيا الآن الدكتور علاء النهري، نائب مدير المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. تحياتي لك دكتور علاء. يعني أولا نتحدث عن انعقاد المؤتمر منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يعني هذا الحضور القوي وهذا الحضور المشرف والمسؤولين من كافة الاتجاهات والمشاركات من عن طريق الفيديو كونفرنس المختلفة، كيف يعني ترى هذه المشاركة الثرية والفعالة في هذا المنتدى أولا؟ طبعا يعني ما نقدرش نغفل دور السيد الرئيس الكبير جدا في التغيرات المناخيه، مش التغيرات المناخيه بس، بيتكلم برضه على التنوع البيولوجي، بيتكلم على شباب العالم النهارده، بيتكلم معاهم، لان شباب العالم هو الجيل القادم اللي هيقدر يحافظ على عدم ذهاب التغيرات المناخيه الى ابعد مدى من السوء بالنسبه للكره الارضيه. السيد الرئيس دايما يتكلم عن حتى في مؤتمر جلاسكو كان بيتكلم عن الدول الناميه وافريقيا، وكان مهتم جدا ان الدول الناميه تحصل على الدعم المالي اللي هو 100 مليار دولار من الدول المتقدمه والمتسببه في الانبعاثات الحراريه والتغيرات المناخيه، وقال ان الدول الناميه عشان تلتزم بتبعات التغيرات المناخيه وتقدر تواجهها، هذا الامر رهينه لحصولها على ال 100 مليار دولار. مؤتمر جلاسكو لم يؤتي باستباره كامله على فكره، بالعكس يعني ال 100 مليار دولار ديت كان قبل مؤتمر جلاسكو، كان في باريس، كان مجموعه ال 20 اجلوها ل 2023، وعشان كده احنا حاطين امل كبير جدا على الكوب 27 بقى في شرم الشيخ ان شاء الله، ان هو يعني يكون الزام او في الزام للدول المتقدمه بدفع 100 مليار، لان ده اللي ممكن يخفف من حده التغيرات المناخيه. طب السؤال بيطرح نفسه دكتور علاء، يعني اذا كانت مصر مهتم ان هو يجمع شباب العالم كله في مؤتمر ويعرض عليه قضايا عالميه تهم الكره الارضيه بشكل كبير عشان الناس كلها تستوعب، والشباب ليه قوه تاثير وضغط على الحكومات اللي هو يتبعها، وبالتالي نقدر نتعامل مع التغيرات المناخيه بشكل افضل من كده. وان شاء الله مدينه السلام شرم الشيخ السنه الجايه او السنه دي 22 هيكون ليها تاثير كبير جدا لدور مصر كبير جدا، ولما هو دور السيد الرئيس في هذا المجال بشكل كبير جدا، وان شاء الله خير. وما ما لم يتحقق في كوب 26 هيتحقق في كوب 27 هنا في مصر ان شاء الله، ان شاء الله السلام شرم الشيخ. دكتور علاء، يعني رغم تصريح انه مصر لا يعني تتسبب الا في 6% في يعني الانبعاثات في العالم، ولكن نتحمل يعني جزء كبير من تبعات التغيرات المناخية، مصر والدول الأفريقية بشكل عام، كيف تتحمل مصر ويعني والدول الأفريقية تبعات هذه التغيرات المناخية؟ ما هي الجهود التي يمكن أن تبذل في القارة الأفريقية لمحاربة التغيرات أو تداعيات التغيرات المناخية؟ والله مصر من أكثر الدول الأفريقية حتى تضررا بهذا الموضوع، يعني الارتفاع ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجه ذوبان الجليد، برضه نتيجه الغازات الدفيئه اللي تطلق من الوقود الاحفوري، الغاز والفحم والبترول، فمصر من اكثر الدول تضررا، ومع ذلك مصر اكثر دوله او من اكثر الدول في العالم اللي بتحافظ على انتاج الطاقه النظيفه، يعني مصر عندها محطه دمان في اسوان بتنتج الطاقه من الشمس او الطاقه الشمسيه، وبتنتج في جبل الزيت ومنطقه البحر الاحمر زعفران او جبل الزيت بتنتج الطاقه من الرياح. برضه مصر حتى في الصعيد عامله غابات، يعني عامله نموذج صغير، صحيح يعني مش بلد خطيره، ولكن عامله نموذج صغير يوضح ان اهتمام القياده السياسيه واهتمام مصر حتى بعمل غابات، ونحن عارفين الغابات ديت ليها تاثير كبير جدا على التغيرات المناخيه لانها تفضل في ثاني اكسيد الكربون،
وهي تنتج اكسجين وبالتالي تحافظ على البيئه. دكتور علاء، بما اننا بنتحدث عن منتدى شباب العالم، عن دور الشباب، وتابعنا في الجلسه النهارده ما يعني قاله الشباب عن دور يعني الشركات الناشئه ستارت اب، واللي لها الحقيقه دور قوي في مجالات مختلفه الان، تعاون الحكومات والمنظمات الكبيره في حل المشكلات. يعني كيف تابعت ما يعني يقوله احد الشباب عن دور الشركات الناشئه واستخدام التكنولوجيا الحديثه والتطبيقات الجديده ل يعني تسهيل عمليه يعني تسهيل الجهود او محاربه تداعيات التغيرات المناخيه؟ والله في شركات كثيره حتى على مستوى العالم ان هي تنتج او تنتج او يكون منتجها غير مؤثر على البيئه بشكل كبير. يعني لو اتكلمنا مثلا على مستوى شركه كبيره زي شركه ايلون ماسك اللي عمل السياره الكهربائيه، برضه عندنا في مصر هنا بننتج السياره الكهربائيه او هننتجها في السنوات القليله القادمه، فبنحافظ على البيئه. في شركات كثيره جدا على مستوى العالم في اليابان وامريكا واوروبا النهارده بتتعامل مع التغيرات المناخيه بشكل جيد جدا في انتاج سيارات وانتاج حتى المصانع بتقلل من الانبعاثات الحراريه بتاعتها بشكل كبير جدا، عمل مصافي بشكل رائع يعني. ففي شركات كثيره جدا، وفي في مصر زي ما قلنا اهو، وفي العالم كله نماذج رائعه. العالم بيحاول يتكتف على اساس 2030 نقلل جزء كبير من الانبعاثات، 2050 نصل الى يعني الى حجم اكبر من تقليل الانبعاثات. العالم كله النهارده حاسس بالمشكله، لان حصل حضرتك عندك حرائق غابات نتيجه الحراره، حصل سيول، حصل فيضانات، حصل هوريكان، الاعاصير الضخمه اللي ما كانتش بتحصل بهذه القوه، برضه ارتفاع منسوب سطح البحر، واحنا برضه من الدول اللي ذات المنسوب منخفض الدلتا عندنا هتتاثر اكيد، دايما دول العالم كتير قوي هتتاثر الدلتاوات بتاعتها، بل بالعكس في جزر هتختفي من العالم يعني. فكل النهارده العالم يعني شيء جيد جدا، واستاذ الرئيس مهتم قوي بمؤتمر شرم الشيخ، لان ده هيكون ان شاء الله بؤره العمل الجيد في التخلص من اثار التغيرات المناخيه ان شاء الله. هو سياده الرئيس صرح وقال انه في 2023 هيكون في انتاج لاول سياره كهربائيه في مصر، كيف ترى هذا الاتجاه يعني في مصر في الفتره القادمه وتاثيره على يعني مكافحه التغيرات المناخيه؟ طبعا النهارده السياره الكهربائيه مش هتديني عوادم، لان انا مشكله التغيرات المناخيه كلها حتى عوادم السيارات والرصاص وثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع واول اكسيد الكربون، كل ده بيزيد بشكل كبير جدا، غير برضو الحرق الوقود الاحفوري. يعني النهارده ما بشغل سياره بترول غير ما بشغل السياره كهربائيه، السياره الكهربائيه زيرو ايميشن، زيرو انبعاثات، بينما البترول طبعا هو العدد الكبير جدا حتى على مستوى القاهره هنا بنشوف عدد السيارات ضخم جدا، وعلى مستوى مصر كلها، كل ده برضو بيساعد او بيؤدي الى حدوث انبعاثات كبيره جدا تطلع لطبقات الجو العليا، وبالتالي تؤثر معايا وتعمل ما يشبه بالصوبه الزجاجيه، وده تاثير كبير. فطبعا اذا استاذ الرئيس يقول 2023 هنتج سياره كهربيه، اذا هو بيدي رساله للعالم كله ان مصر بتبدا اهي ان هي تقلل الانبعاثات، وبالرغم ان عندنا غاز يعني، بالرغم عندنا غاز، ومع ذلك بيقول لا هنستخدم سياره كهربيه. فده شيء عظيم جدا واشاره للعالم كله ان احذوا حذو مصر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. دكتور علاء، من واقع منصب حضرتك يعني كيف ترى الارض من الفضاء؟ هل الصوره يعني قاتمه كما يصورها المسؤولون في العالم، ام يعني هناك بصيص من الامل في اصلاح يعني الحياه على على كوكب الارض؟ والله انا شايف ان الصوره بتسوء من يوم لليوم، يعني للاسف الشديد. يعني حتى في يعني قمه ال 20 استراليا هي اكبر مصدر للفحم في العالم، قالت لا انا ما اقدرش اتنازل عن تصدير الفحم لان ده بيشكل عندي جزء كبير جدا من الاقتصاد القومي عندها. للاسف الشديد الى الان يعني برضه ما فيش يعني ما فيش الحسم لتقليل الانبعاثات الحراريه بشكل كبير جدا، وان كانت دول زي مصر هي المهتمه. يعني في دول اوروبيه كبيره مش مهتمه بهذا الموضوع، الصين مش مهتمه، الصين بعد ما قفلت 50 منجم تحت
فتحتهم تاني، قالت انا محتاجه طاقه. النهارده الدول البتروليه اللي عندها بترول برضو عرضت في قمه ال 20 ان هي تستغنى عن البترول، كل واحد يبص لمصلحته، وبالتالي العالم كله لن يقف على قدم وساق مع بعض او على رجل واحد في مخاوف الثغره المناخيه. وعشان كده في قاده ربنا يعني ابرز قاده زي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يتحدث دائما ويعمل مؤتمرات دائما ويتكلم مع العالم ويفتح على العالم كله، وده ان شاء الله هيبقى تاثير كبير جدا ان شاء الله في مؤتمر شرم الشيخ الى كوب 27 الجاي، وكلنا نعقد امال على هذا المؤتمر ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر الدكتور علاء النهري نائب مدير المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالامم المتحده.